على مستوى المؤسسة الفندقية. تم المباشرة في عمل التنسيق والتشاوري مع شركة بترولية، شركة بتروفاك بحسن مسعود، من أجل كذلك تأهيل وتكوين ما يقارب 80 طالب التكوين في تخصصات ذات صلة بنشاط هذه المؤسسة كتخصصات الكهرباء الصناعية وكذلك تلحيم الأنابيب وميكانيك وكذلك الميكانيك. نأمل إن شاء الله أنه من خلال الاتفاقية كذلك مرافقة المتكونين المتخرجين من أجل إن شاء الله توظيفهم بهذه الشركة، بالإضافة إلى أنه كذلك مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين تم إبرام اتفاقية أخرى تهدف كذلك إلى تفعيل تكوين في مجال البناء والأشغال العمومية.